للتظاهرة كما قلنا لكم راهي راني زغوان السياحي الشبابي اسمه على جسمه، الهدف نتاعه سياحي شبابي خروج من المألوف أنشطة المألوفة. الشباب عنده رغبة كبيرة برشا في الحركة، رغبة كبيرة في 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 اكتشاف رياضة أخرى جديدة. المقترح جانا من عند الشباب، وإحنا ما نعمل كان دورنا بالتنسيق مع سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة تلبية رغبة الشباب. عدة برامج تمت على مستوى في الجهات، آخر معناها تظاهرات كانت بمناسبة عيد الاستقلال، كان برنامج الوطن معناها نحن شباب مدى الحماة، كان شباب متطوع في ربوع الشمال، وشباب متطوع في ربوع الصحراء. هذا البرنامج الأول شباب متطوع في ربوع الشمال كان شمل فائدة معناها حوالي 300 شاب من مختلف ولايات الوسط والساحل والجنوب اللي انتقلوا إلى مدينة كاف أيام 21-22 مارس، وأيضا ولاية الشمال اللي هي معناها 12 ولاية تنقلوا إلى صحراء توزر وساهموا في البرنامج الوطني شباب متطوع في ربوع الصحراء. الرالي هذا خلافا رالي عام ناول، هو رالي كان عام ناول فما مشاركة للنساء فقط اللي هي تقود أو السيقات البيلوت، السنة هو رالي مفتوح للناس كل. الرالي مش كان على سيارات، فما درجة نارية، دونك الرالي هذا رالي دو نافيغاسيون بالأساس اللي هو رالي ريغولاريتي أو رالي اعتدالي، ماهوش رالي يعني رالي سرعة، الناس ما تخافش لو مش رالي سرعة.